اخبار اليوم. عملناها زي نقط ميه علشان سكك مسا عشان يشربوا منها، يعني بننزل سكك القديم بالجديد بحيث ان احنا نوفر لكل العالم. والفرن الفرن بتاع الحاج زي السكك عملناه وجهزناه وفعلا بدات تعمل فيه العيش بقى بتاعه البلدي. دي سكك الفراخ فعلا، دي سكك جبناها فعلا هنا من ثلاث ايام. الفراخ فعلا زي حضرتك شايف كده على طول بتاكل وبتبيض وعنده خير في البيت بتاعه، ما يحتاجش بقى يجيب من السوبر ماركت الحاج عم سيد. انت بالعكس المعفنه القاهره بقى البيض بتاع الفراخ والفراخ مزفر. عايزين نبص على المنظر. دي سكك بقى سكك ده حوش برضه حلو. كل بيت واحد الاربع بيوت كل بيت لو عايز بعد كده كل واحد عايز يعلي دور يعلي دور بس في اطار الشكل اللي احنا عاملينه علشان مش كل واحد بقى يعمل بشكل مخالف تبقى القريه انماطها مخلطه يعني. والارض طبعا سدك ده شارع فندم ده شارع سلم بتوجيه بين كل اربع بيوت ببعض. شايف كل ناحيه دول الفندم برضه وسدك شارع كده جاي بالطول منهم ودول سدك حواشي ما يبقوا خلفهم وسدك فيه شوارع طوليه وعربيه كل اللي بيت على المصير مفيش بيت ابدا واثق لبيت تاني. بحس ان سدك برضه هنا الحياه البيئيه ويعني الفلاحين محتاجين يخشوا. شكرا يا عم سامي. احنا شكرا. 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 شكر